طبعا الحين يا المين كورس اللي الساعه قاعده نطرى هو عباره عن تشيكن جراتين، طبق وايد لذيذ وايد حلو. هو صدر دياي معكرونه وجبن موزاريلا وايت صوص وايد حلو صدق. لو شنو بنبتدي بمكرونه وايد احبها وايد لذيذ. حتى يامي طبعا ناخذ قطعة من التشيكن من الباستا. صدق حلو وايد احب هالطبق.